شك أنكم جميعا تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور إفريقي فاعل أثمر عن اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن هنا أؤكد على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق. ومن ثم أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية. وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ.